المخيم هذا في ظل استمرار الاجتياح للمخيم لما يقارب 14 ساعة. الاجتياح بدأ مع 12 أو قبل حتى منتصف الليلة الماضية واستمر حتى ما قبل دقائق منذ هذه اللحظة، ولا ندري إن انتهى أم لا، ولكن الآن نشهد تواجد كثيف للشبان الفلسطينيين في هذا الموقع ويحاولون الاقتراب أكثر من مدخل مخيم بلاطة الرئيسي حيث شارع مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. وفي هذه المنطقة، في هذا المفترق الذي نقف فيه الآن وحيث يتجمهر الشبان الفلسطينيون، كانت آليات الاحتلال تتمركز ضمن حملة أو ضمن عملية فرض طوق أمني مشدد على المخيم، استمر كما قلت ل14 ساعة وطال حصار كل المحاور والمفترقات الرئيسية على امتداد 2 كيلومتر في محيط مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس المحتلة. كما قلت حتى لحظة شهيد برصاص الاحتلال شيع جثمانه مع صلاة ظهر اليوم وثلاثة إصابات بالرصاص الحي، فيما ما جرى داخل المخيم ما وصلنا حتى الآن هو عملية تفجير لمنزلين ولمحل تجاري لأحد أبناء المخيم من اللاجئين الفلسطينيين، فيما هؤلاء الشبان هم الذين كانوا يخوضون مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في هذه النقطة الساخنة والأكثر شدة من حيث التصدي لقوات الاحتلال التي اقتحمت كل المواقع في المنطقة الشرقية في مدينة نابلس. حافظ، هل يلوح في الأفق تكرار لهذا الاقتحام خلال اليوم أم أن هذا يعني المعتاد أن يجري وقد جرى بحسب ما أنتم معتادون عليه؟ إن كنا نقرأ الظروف خلال الأيام السابقة منذ السابع من أكتوبر الاحتلال بات ينفذ مخططاته واقتحامات المخيمات بالتحديد في شمال الضفة الغربية بشكل مكرر على مدار اليوم. في مخيم بلاطة حيث نتواجد على سبيل المثال، أول أمس اقتحم المخيم على مدار 6 ساعات لثلاثة مرات. كان الاحتلال يتظاهر خلال نهاية كل مرة بأنه انسحب بشكل كامل من المخيم ومحيطه ومن ثم يعاود اقتحام المنطقة. هذا جرى في مخيم جنين أيضا خلال الاقتحام الذي حدث قبل 15 يوما وأدى إلى مجزرة كبيرة ارتقى خلالها 16 شهيد وعدد كبير من الإصابات. لذلك الاحتلال وإجراءاته على الأرض لم تكن واضحة كما كان في السابق، وصار ينفذ اقتحاماته وعمليات المداهمة كما يحدث في كل مخيمات الضفة الغربية بشكل متكرر، ويعني ليس مستبعد أن يقوم لهذه المنطقة بعد أقل من ساعة من الآن. هذا يعني سؤال تجيب عليه الساعات المقبلة وظروف الميدان، بحيث أن المقاومين داخل المخيم يخرجون الآن للاطمئنان على بعضهم البعض ويعني يخرجون محتفين بإفشال اقتحام الاحتلال، لأنه حتى اللحظة لم يعلن عن اعتقال أي من المطاردين، لم يعلن عن اغتيال أي من المطاردين، وكان المقاومون الفلسطينيون يتصدون لهذا الاقتحام بكل بسالة منذ اللحظات الأولى من خلال الاشتباكات المسلحة التي خاضوها أو من خلال استهداف آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة. حافظ، أعلم بأنه من الصعب الوصول إلى أخبار من داخل المخيم كما أطلعتنا، ولكن هل هنالك يعني أي اطلاع بشكل رسمي أو غير رسمي عن عدد المعتقلين بالمجمل؟ يعني حتى اللحظة ليس هناك أي رقم رسمي، في انتظار ما ستصدره وزارة أو هيئة شؤون الأسرى والمحررين أو نادي الأسير. بالعادة بعد نهاية كل عدوان يكون هناك تقرير وبيان تفصيلي فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، حالات الاعتقال، من جرى التحقيق معهم ميدانيا والإفراج عنهم أو من تم تحويلهم إلى مراكز توقيف في انتظار تقديمهم للمحاكمة أو تمديد اعتقالهم إداريا. كل هذه الأرقام والتفصيلات ستصدر عن من قبل نادي الأسير الفلسطيني الذي بات يصدر بياناته تباعا خلال كل يوم في ظل تجدد الأرقام ارتفاعها وتجدد عمليات الاحتلال على مدار اليوم، على عكس ما كانت الأمور في السابق، كانت تجري عمليات الاعتقال والمداهمة خلال ساعات الليل حتى الصباح الباكر أو لربما حتى ساعات الفجر الأولى. اليوم الأمور منقلبة جدا، الظروف مختلفة، التفاصيل معقدة، والميدان يتحدث بلغة مختلفة، حتى نحن بتنا لا نستطيع رصد أو فهم تحركات الاحتلال في مختلف الأنحاء، سيما خلال الاقتحامات الكبيرة كتلك التي جرت هنا في مخيم بلاطة أو يوم أمس في مخيم طول كرم أو أول أمس في مخيم جنين. نعم، حافظ أبو صبرة مراسلنا من مخيم بلاطة في نابلس، شكرا جزيلا لك.
إذا ننتقل الآن من نابلس إلى رام الله مع مراسلتنا أسيل سليمان. أهلا بك أسيل، هناك تطورات عديدة حدثت خلال الساعات الأخيرة في الضفة الغربية، وربما أبرزها ارتقاء شهيد في برقة. أجملي لنا التفاصيل أسيل. نعم، قبل قليل أعلنت وزارة الصحة ارتقاء شهيد يبلغ من العمر 46 عاما ويدعى خضر عليان، ارتقى أثناء قطفه ثمار الزيتون في قرية برقة، وهو أصلا ينحدر من قرية بتين قضاء رام الله. ارتقى رفقة أو كان عند عملية إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال، كان برفقة أصدقائه والعائلة أيضا يحاولون قطف ثمار الزيتون ونقل عبوات الزيت أيضا من مكان إلى آخر، فاستهدفهم جنود الاحتلال وأطلقوا النار تجاه المكان الذي كانوا فيه والأرض الزراعية التي كانوا يتواجدون فيها، ما أدى إلى إصابته بالرصاص الحي. نقل على إثر إصابته إلى المستشفى وأعلن ارتقاؤه هناك، ما يرفع العدد الكلي للشهداء منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 200 أو إلى قرابة 228 أو 29 شهيدا حتى الآن برصاص جيش الاحتلال، 8 منهم برصاص المستوطنين. يعني الآن بات المزارع في موسم الزيتون خصوصا يعني هدفا لقوات الاحتلال وجيش الاحتلال من جهة، وللمستوطنين من جهة أخرى الذين ما ينفكون يحاولون السيطرة على الأراضي الفلسطينية بأي طريقة، ويستغلون موسم الزيتون لذلك، كون المزارعين الفلسطينيين يتواجدون في أراضيهم غالبية الأوقات خلال اليوم. وهذا ما شهدناه أيضا مسبقا مع حين ارتقى أحد أيضا المزارعين الفلسطينيين وكان يقطف ثمار الزيتون في أرضه حين أطلق عليه مستوطن النار ويعني استشهد إثر ذلك. هذا من جهة. من جهة أخرى، عملية الاعتقالات في الضفة الغربية ما تزال تتواصل وترتفع الحصيلة النهائية للمعتقلين. قبل عدة ساعات لم نكن نستطيع نحصي هذه الحصيلة النهائية بسبب استمرار الاقتحامات للقرى والبلدات الفلسطينية والمدن أيضا التي نتيجة لها ترتفع حصيلة هذه الاعتقالات. نتحدث عن قرابة 80 حالة اعتقال في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية مدنها وقراها منذ الليلة الماضية، طبعا نتيجة للاقتحامات التي تركزت في مخيم بلاطة في نابلس وأيضا تركزت في جنين وفي طوباس. هؤلاء أو هذه الثلاثة مناطق شهدت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، وكان هناك إصابات حية. قبل قليل سجلت إصابتان لشاب يبلغ من العمر 19 عاما وآخر 18 عاما في مواجهات مع الاحتلال في مخيم بلاطة قبل أن تنسحب قوات الاحتلال بشكل جزئي من أطراف البلدة وأطراف المدينة، ولكنها ما تزال متمركزة وموجودة في المخيم. إذا نتحدث عن وضع أمني غير مستقر في الضفة الغربية، وبالعكس هو أصلا متزايد. أعتقد أن ما نستطيع لمسه وملاحظته منذ يوم أمس وحتى اليوم قبل ساعات من الهدنة المرتقبة هو زيادة في بطش الاحتلال سواء في الضفة الغربية أو الغارات على قطاع غزة واستهداف المدنيين وتصعيد العمليات العسكرية أيضا في الضفة الغربية واعتقال ما يسميهم الاحتلال بالمطلوبين. هو الآن يحرص على زيادة أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الذين وصل عددهم في الحقيقة إلى قرابة أو أكثر حتى من 8000 أسير. يحرص بهذا الاحتلال على رفع وزن وقيمة وثمن الصفقة التي يعني أرضخت المقاومة فيها سلطات الاحتلال كي تقبل في هذه الصفقة. يريدون رفع عدد الأسرى في سجون الاحتلال كي تحرص المقاومة على المبادلة بكل أسير، ولربما تبادل المزيد من أسرى الاحتلال مقابل هؤلاء الأسرى الفلسطينيين الموجودين. وبالحديث عن الصفقة، ما تزال لربما الأسباب للتأجيل متقلقلة أو لربما غير ثابتة، وهناك اختلاف عليها سواء بالإعلام الإسرائيلي أو نقلا عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية ذاتها. الآن هناك ترقب، وطبعا هذا رفع مستوى القلق لدى الأهالي. هم الآن باتوا جزء كبير من الأهالي باتوا يعتقدون أن هذه كلها خدعة من الاحتلال كي يشتري لنفسه مزيدا من وقت في قطاع غزة ليعيد تنظيم صفوفه مثلا، ليعيد التسلح أيضا. وهذا أحد الأسباب الذي دفع حكومة الاحتلال أن تقبل بالصفقة، أصلا صفقة تبادل، مع أن أغلب الأحزاب المسيطرة لديها في الحكومة والمشكلة للائتلاف الحكومي كانت معارضة بداية لهذه الصفقة التي ستشكل بالفعل وصمة عار في تاريخ الاحتلال يعني على مر الأجيال القادمة. نعم أسيل سليمان مراسلتنا من رام الله، لك جزيل الشكر. شكرا لك أسيل.
أعلن حزب الله اللبناني استشهاد 5 من عناصره، بينهم نجل رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد بعد قصف للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. واستشهد عناصر حزب الله جراء غارة للاحتلال استهدفت منزلا كانوا بداخله في قرية بيت يحون جنوبي لبنان. كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت أطراف بلدة عيت الشعب الواقعة على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاعين الأوسط والغربي من جنوب لبنان. هذا وأطلق مقاتلو حزب الله قرابة 50 صاروخا على مستوطنات الجليل الأعلى، ليكون هذا القصف هو الأكبر منذ بدء الحرب. وقال حزب الله إن المقاومة استهدفت بصاروخ موجه دبابة ميركافا في موقع الراهب وأصابتها بشكل مباشر، إضافة إلى استهداف قوة تابعة للاحتلال في موقع الراهب، ما أدى إلى سقوط أفرادها بين قتيل وجريح. وكان قد أطلق المقاومون 48 صاروخ كاتيوشا باتجاه قاعدة عين زيتيم قرب صفد وأصابتها بشكل مباشر. وكان الحزب قد أعلن إطلاق صواريخ باتجاه موقع سعسع الإسرائيلي قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان.